اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده والمنيو بتاعنا النهارده والغدا بتاعنا النهارده بنعمله بناء على رغبه حضراتكم من خلال التواصل على السوشيال ميديا والمتابعه والاتصالات الهاتفيه اللي بتتم من خلال تواصلنا من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. كثيرا عايزين يعرفوا طريقه عمل الفراخ الكريسبي او الدجاج الكريسبي، الحاجه المقرمشه المقليه زي بتاعه المحلات اللي بره دون ذكر اسماء، والاولاد بيحبوها بما ان احنا دخلنا على العام الدراسي الجديد. اتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلبه والطالبات. عايزين نعمل لهم اكلات سريعه وبسيطه هم بيحبوها، ما نضيعش وقت، خش المطبخ نعمل فرخه وزنها كيلو ونص 2 كيلو حسب الحجم وحسب عدد افراد الاسره، هنعملها مقليه زي كريسبي بتفاصيل بسيطه هنشوف مع بعض. معايا طبق مكرونه عشقي، مكرونه بالجبنه والكريمه. لما نوفق ما بين جبنه موزاريلا مطاطيه وكريمه لباني مع مكرونه بنه مسلوقه بطريقه الشيف المغازي والتكنيك العالي من سلق المكرونه، هو سلق المكرونه فيه افتكاسه؟ فيه افتكاسه وفيه خبره، هنشوف الكلام ده في التفاصيل ان شاء الله. معانا نوع بطاطس النهارده، البطاطس لا مقليه ولا مشويه، اسمها بطاطا بخلطه الشيف المغازي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي هيحبوها الاطفال، ويبقى فيها الزيت قليل لطيفه وجميله ولكن قيمتها الغذائيه عاليه بما فيها كربوهيدرات ونشويات، وده مفروض لاولادنا ومطلوب لاولادنا في المرحله الاولى من عمرهم. تعالوا مع بعض نعمل طبق مكرونه بالجبنه والكريمه. حله بتغلي على النار فيها ماء وزيت وملح، ميه وزيت وملح. المقادير على الشاشة يا شباب بعد إذنكم. فين المكرونة؟ عينيا. مكرونة بالجبنة والكريمة، آدي الجبنة الموزاريلا وآدي الكريمة اللباني، ومعانا شوية بقدونس أو ريحان وزبدة ومعلقتين من الدقيق مش النشا، والحليب طبعا 1 كوب. أول حاجة بسلق المكرونة نص سلقة في قلب المية المخلوطة بالزيت والملح، واهم حاجه يا ست الكل الميه تكون بتغلي. الله عليك يا مخرج يا مبدع، غلوه الميه دي سر من اسرار نجاح طبق المكرونه، سواء بتعملها بشاميل او بتعملها بالكريمه او تعملها نودلز اي نوع مكرونه بتسلوها. ليه؟ لانك لو حطيت المكرونه في ميه بارده وسبتها تغلي على النار الاثنين مع بعض، المكرونه دي هتتكسر. المكرونه دي مش رز، المكرونه دي مصنعه، فانك تحطها في ميه وتستنى عليها لما تغلي هتتكسر وتعجن منك، فلازم تحطها في ميه بتغلي. الله اكبر. ونقلب ونسيبها يا عم الشيف نص سلقه على ما نجهز الايه؟ الوايت صوص بتاعنا. ايه هو الوايت صوص اللي مكسر الدنيا في المطاعم؟ المكونات بتاعته 4، او للامانه 5. لما اقول لك 5 يعني اصابع ايدك الخمسه عشان ما تنسيش. اولهم الحليب والزبده، ادي 2، كريمه لباني 3، معلقتين دقيق 4، 5. هو ده بقى الحب، العشق، تعملي الحاجه بحب. داخله تعملي وايت صوص. هنشيل المكرونه دي على النار دي وتعالوا نعمل الوايت صوص مع بعض. على الزيت بتاع الفراخ ما يسخن شويه. المكرونه نخليها هنا، نبدا نشتغل هنا الوايت صوص بتاعنا. حلو الكلام. هنحط زبده مع شوية زيت على النار عشان نحمر شوية دقيق حلوين. ليه بتحط زيت مع زبدة يا شفنا؟ عشان الزبدة ما تتحرقش مني. حلو الكلام. واستنى على الزبدة لما تسيح اجهز المضرب بتاعي الجميل الحلو. ومعانا هنعمل قد ايه وايت صوص؟ على فكره الوايت صوص ممكن تعمليه عندك في التلاجة وتحطيه. شويه شوربه المشروم بالكريمه تاخدي معلقتين منه، المطاعم الكبيره بتعمل كده وخاصه في المطعم الطلياني. اخواننا الطلاينه عندهم نوعين من الصلصات مسمينه الصلصه الذهبيه والصلصه الفضيه. الصلصه الذهبيه والصلصه الفضيه، اكتب اللي بقوله لك ده بالله عليك عشان ده مش اختراع، دي خبره السنين، انا مش بهزر. والله بجد الصلصة الذهبية والصلصة الفضية. الذهبية اللي هي ايه؟ عبارة عن صوص طماطم محطوط في التلاجات عندهم. الا كارت اوردر، عايز مكرونة بالوايت صوص ياخد من الصلصة الفضية اللي هو الوايت صوص. صلصة ذهبية ريد صوص، وهكذا اللحمة وهكذا، شوربة وهكذا.
فنوعين الصلصه دولت موجودين في اي مطبخ طلياني او في اي قسم طلياني، موجودين بكثافه موجوده. اذان موجود، اذان يعني بالمعنى الطهوي يعني حله كبيره. ادي الزبده مع الزيت على النار، بناخد معلقتين دقيق ونحمر. حلو الكلام ده مطلوب. ايه يا عم، ادي الدقيق بنحطه هنا. حلو الكلام. هعمل شويه صلصه دلوقتي، تستخدمون في حاجات كتير قوي على فكره. لا شغاله شغاله والله، معلش ضعيفه بس يا استاذ. ادي الزبده مع الدقيق زي ما انا شغال كده. شفت بقى، شفت الغليان ده كده؟ هحتاج شويه كمان. هو ده حلو. ده مش بشاميل، الوايت صوص. ايه الفرق بين الاثنين؟ البشاميل اللي بيبقى له كثافه او ثقيل، والوايت صوص خفيف. حلو. عايزه بطعم الزعتر، نحط شويه زعتر. انا بحب دايما احمر الدقيق في الزيت والزبده، زبده اكتر يعني. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تلكمنيش الوايت صوص او الدقيق لما تحمريه في قلب الزبده، لما نشرب من الشوربه دي او ناكل من الصوص ده ما يلكمناش. اما اللي بيقلب الدقيق مع الحليب ويحطه على النار، دي مدرسه غلط. شفت الدقيق اتحمر كده واشم ريحته كانك بتعملها عصيده، واشم ريحه تحميره الدقيق في الزبده. دي مهمه جدا على فكره. هستعين بايه يا عم الشيف؟ هستعين بماء سلق المكرونه، وهستعين بالحليب عشان اعمل الوايت صوص. شويه شوربه من شوربه المكرونه اللي بتغلي دي، وشويه حليب، والحليب طبعا اكتر من الشوربه بتاعه المكرونه. اول اي فن تمام، هننزل بالحليب اهو ونقلب. دي اول حاجه. حلو الكلام. هنفكه بقى بايه؟ بميه الشوربه. بدات تغلى اهي، خرجنا الجميل بدات، ربنا كرمنا وغليت الحمد لله. حلو. ده الوايت صوص، نقلب كده. طبعا انا النهارده فرصه مع بدايه الاسبوع، بجاوب على 90% من الاسئله اللي بنشوفها من خلال السوشيال ميديا، من متابعتنا وفريق السوشيال ميديا، الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكلة امي موجوده على السوشيال ميديا. الوايت صوص بيتعمل ازاي يا شيفنا؟ اهو انا شغال اهو، تقليب اهو. حبه جوزة الطيب، حطي بشره جوزة الطيب. شفتي؟ بس بلاش طبعا جوزة الطيب كميه كبيره، لان عندنا الاطفال ممكن ياكلوا من المكرونه دي، وبعدين جوزة الطيب بتؤدي للنعاس، يعني الواحد يبقى عايز ينام، فبلاش منها. انا بشرح لك التفاصيل كلها. شفت بدا يتقل معايا اول زي الفل. شوف القوام بتاعه، يكلكع مين يا استاذ؟ الله يرضى عليك. روالك على البوتاجاز عشان تجيب التفاصيل بتاعه الوايت صوص. بص القوام. اشيل دي من هنا. حاضر. والله اشيلها، خليها هنا، شوف التفاصيل دي بعدين. على ما ربنا يكرم. ادي البشاميل بتاعنا. ده بشاميل هنا بشويه صوص. شايف القوام ده؟ ده بشاميل بشويه صوص. شايف الزعتر؟ طب تعرف ده صح ولا غلط ازاي يا مغازي؟ بالتركايه اللي اعملها دي كده. انت في المطبخ مع نفسك كده عشان تدي لنفسك الثقه. ناخد ده كده ونحطه على المغرفه دي كده. شفت كلكعه؟ يبقى انت عاملاه مكلكعه. اكتب اسمي على اوراق الشجر، سافر حبيبي وهجر. حرف ايه؟ شفت ده الوايت صوص. حلو الكلام. عايزينه خفيف، ننزل بالشوربه دي. عندك شوربه لحمه انت بقيت احسن مني، عندك شوربه فراخ بقيت احسن مني، شوربه المكرونه بقيت زيي. ونقلب. انا بتحكم في القوام بتاعه. دي المكرونه هتكمل سوا هنا، خلي بالك عشان كده هخليه خفيف. حلو الكلام. هخلي الصوص ده ايه؟ خفيف عشان هسلق فيه المكرونه. والمفروض ما يبقاش خفيف كده قوي، بس لما هسلق فيه المكرونه هيتقل، لان المكرونه هتفرز نشويات. اللهم صل على النبي. نظبط الطعم، فلفل اسود، ملح، سنه بابريكا صغيره بحبها في الوايت صوص، ونقلب دول مع بعض. الله، الف هنا وشفا.
عندك شويه جمبري وعايزه تعملي جمبري بتر فلاير حلو قوي، زيت وزبده زياده وعصره ليمون بقى البتر فلاير. عندك شوربه مشروب بالكريمه، قطعي المشروب وحطهم مع ده بقت شوربه مشروب بالكريمه. ده مدرسه، ده لغايه كده انت دخلت في المطبخ الطلياني، نص المطبخ الطلياني في اي صوص انت عايزه. زي ما انا شغال كده. النهارده شرح ميسر والحاله مميزه. النهارده هناخد المكرونه بتاعتنا يا عم الشيف وتكمل سواها في قلب الصلصه دي، وخلصت المكرونه. نعم يا حبيبي. الجبنه بعدين مش دلوقتي خالص، اوعى تحط الجبنه دلوقتي. حله مكرونه تكفي العيله وحبايب العيله. كملي سلق هنا على طول. طلعوا لنا فاصل يا شباب ونعيش مع شكل المكرونه اهي. اتعلمت ازاي يا امي يا اختي يا ست الكل يا ست الحبايب يا عظيمه تعملي ازاي مكرونه بالوايت صوص، سواء سباكيتي سواء بن. عايزه تحطي قطع من الفراخ اهلا وسهلا، عايزه تحطي لحمه مفرومه اهلا وسهلا، عايزه تحطي مشروم اهلا وسهلا، عايزه تحطي سجق اهلا وسهلا، عايزه تحطي كبده اهلا وسهلا. كان المهندس في مصنعه، الشيف في مطبخه، المخرج في الاستوديو، كل واحد في مكان عمله بيفرح بالانتاج بتاعه، سواء بالصوره سواء بالطبق. معايا مكرونه بالوايت صوص، ضفت عود روزماري، ما حطيتش الروزماري، العود الروزماري اخد الطعم بتاعه عشان بعد كده هشيله. وادي المكرونه اهي، اللهم صل على النبي. عايزاها بالجبنه البارميزان اللي هي الجبنه الرومي، تبشريها وتحطيها، ده طعم. عايزاها بالجبنه الشيدر، ده طعم. عايزاها بالجبنه الموزاريلا، ده طعم. عايزاها بالكريمه اللباني وبس، ده طعم. حلو الكلام. ادي الكريمه اللباني. الله، انا قلت لحضراتكم المكرونه دي عشقي، وصراحه بحب معاها شويه مشروم يعني. وادي الجبنه الموزاريلا، ممكن تكون شيدر لونها اصفر، اختياري. ولادك بيحبوا ايه؟ اهلا وسهلا. وشويه بقدونس. خدي بقى الحته اللي جايه، انت لو عاملاها بالجمبري، مكرونه بالجمبري مع الوايت صوص، سنه شبت. انا كده كده بحب الشبت مع الوايت صوص. سنه صغيره كده باطراف ايدك، ما تكتريش عشان ما تقلبش على محشي. ونقلب كده. الله، اني اغرق مع مكرونه زي دي كده، واكل بقى بألف انا وشفا. ومعاه واحد عصير ليمون بالنعناع، وتعشينا يا عم الشيف. واقلب كده، خلي الجبنه تسيح. هسيبها على النار شويه. ننزل بالمكرونه بتاعتنا يا عم الشيف. الله، شويه مكرونه الف هنا وشفا على قد. شفت الجبنه الموزاريلا نازله ازاي؟ مش عايزاها بالموزاريلا، عايزاها بالجبنه الرومي المبشوره. انا بحبها بالرومي المبشوره، تبقى لطيفه وجميله وطعمها حلو. بس نصيحه مني، عملتها بالجبنه الرومي المبشوره، قللي الملح، لانك بتجيبيها من عند الراجل بتاع ثلاجه الجبنه، طبيعي الجبنه الرومي بتبقى شويه مالحه، عشان بس ما تدعيش عليا. بيبقى الملح قليل في سلق المكرونه وفي الوايت صوص، الملح يبقى قليل في سلق المكرونه والوايت صوص. معايا نوع بطاطس طبيعي مش هقدر ان انا اعمله. حلو الكلام. ليه يا عم الشيف؟ لانه له تفاصيل كتيره، وانا كان دوري في الحلقه النهارده اجاوب على اسئله حضراتكم. فراخ استوت اهي، بسم الله ما شاء الله، مرزه يا عم الشيف. من خلال السوشيال ميديا، الفراخ الكريسبي بتتعمل ازاي، واسئله كتير كمان. الوايت صوص بيتعمل ازاي؟ انا هنا بجرنش المكرونه كده بالشكل ده كده، ولكن معايا البطاطس. خلوني اشرح كده بالتوضيح، عايز اعمل البطاطس دي بطريقه الشيف المغازي، وايه خلطه الشيف المغازي. استاذ رحاب بعد اذنك نشوف المقادير، هنشرح نظري، وان شاء الله اوعد حضراتكم بكره احنا نعملها مع بعض. لا، نعملها بكره ان شاء الله. احنا مع بعض عيله، احنا على شاشه القناه الاولى والفضاء المصريه عيله، مع بعض كل يوم. فاللي بنعملوش النهارده نعمله بكره. البطاطس دي معانا، المقادير على الشاشه نشوفها. معانا المقادير بطاطس، وخلطة من الروزماري والزعتر والزبدة وزيت الزيتون. حلو. البطاطس دي بتتقشر وتاخد التوبنج ده كله مع معلقة دقيق مع زيت زيتون، وتخش الفرن. ليه حطيت معلقة دقيق يا عم الشيف؟ مع ان البطاطس فيها نشويات وغنية بالنشويات ومصدر للنشويات،
عشان معلقة الدقيق ديت هتثبت التوبنج بتاع الخلطة اللي أنا هعملها اللي هي الخلطة البغازية. هجيب الكبة وأحط روزماري وأحط زعتر. الله على الفراخ. حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة. ما قدرناش نعمل البطاطس عشان المصداقية والشفافية دي شعارنا على شاشة القناة الأولى والتلفزيون المصري. إحنا هنعملها مع بعض بكرة. إحنا بكرة إن شاء الله بكرة في سمك، بس هعمل نوع البطاطس ده إضافي لحضراتكم عشان الأولاد بيحبوا دايما البطاطس مع المكرونة بالوايت صوص. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.